تنتمي لعائلة أدبية وإعلامية حازت على لقب أفضل ممثلة عراقية بعدما اكتشفها المخرج صلاح كرم وأعطاها دور البطولة رغم أنها كانت وجها جديدا، وقد رسخ اسمها وشكلها بتلك البطولة في ذاكرة المشاهد العراقي. لماذا كان يخاف منها الممثل والمخرج حسن حسني؟ وما سر حصولها على لقب أفضل ممثلة؟ وأين تعيش الآن؟ ومن هم صديقات الطفولة في بغداد والتي لا تزال على تواصل معهن حتى اليوم؟ من فضلكم لا تنسوا الاشتراك بقناة الحياة آرت وتفعيل الجرس. أهلا بكم. تنتمي الفنانة أمل سنان لعائلة أدبية وإعلامية معروفة، فوالدها أستاذ الإعلام الراحل الدكتور سنان سعيد عبد القادر الذي كان يتنقل بين الدول بسبب طبيعة عمله في مجال الإعلام، لذلك ولدت ابنته أمل في العاصمة الأذربيجانية باكو عندما كانت ضمن دول الاتحاد السوفيتي في 22 تشرين الأول أكتوبر في العام 1966 لأب عراقي وأم أذربيجانية. تقول عن والديها بأنهما كانا بالنسبة لها أشبه بالوطن في محطات الغربة التي عاشتها، وبأنها كانت محظوظة لأنها ولدت في عائلة فيها أم حنون وأب عطوف. تنقلت مع والديها بين الدول حتى عادوا واستقروا بالعراق في السبعينيات. درست في مدرسة الموسيقى والباليه، وكانت طالبة في كلية الفنون الجميلة في بغداد عندما زار المخرج العراقي صلاح كرم الكلية يبحث عن وجه جديد لمسلسله الجديد نادية، الذي كان مختلفاً عما تم تقديمه في الدراما العراقية في حينها. فأجرى صلاح كرم اختبارات لعدد من الطالبات حتى وقع اختياره على أمل سنان لتمثل دور البطولة أمام الممثل العراقي حسن حسني. كان عمرها 21 عاماً فقط عندما مثلت في مسلسل نادية الذي أنتج في العام 1987 وعرض في العام الذي يليه. حقق المسلسل انتشاراً كبيراً عند عرضه الأول بسبب قوة فريق العمل وتمكنهم من أدواتهم وقصته المختلفة في ذلك الوقت، والتي ألفها المؤلف العراقي الشهير معاذ يوسف مؤلف معظم الأعمال التاريخية في الدراما العراقية. ومن بين أهم أسباب نجاح المسلسل هو قدرة أمل سنان على أداء دورها بتلقائية وعفوية كبيرة، ما رشحها للفوز بجائزة أفضل ممثلة عراقية في العام 1988، حتى أن أغنية المقدمة كانت من بين أسباب نجاح المسلسل، وهي أغنية شجاع الناس التي غناها الفنان كاظم الساهر من كلمات كريم العراقي وألحان جعفر الخفاف، وقد عزفت الأغنية من قبل فرقة رائد جورج. وصف صلاح كرم الممثل أمل سنان بأنها كانت رائعة وخارقة في أدائها التمثيلي، وقال عنها الممثل والمخرج حسن حسني الذي مثل دور عادل في المسلسل بأنها لا تمثل بل هي تلقائية في أدائها، وأنا أخاف عندما أقف أمامها في الاستوديو. وقد تحول كل شيء في العراق في حينها إلى نادية وعادل، وبحث عادل المستمر عن نادية حتى أن رسام كاريكاتير حول أزمة البيضة التي كانت في ذلك الزمن إلى كاريكاتير بطلاه نادية وعادل. حصلت على لقب أفضل ممثلة رغم وجود ممثلات قديرات وذات خبرة أكبر بكثير مما كانت تملك، مثل شذا سالم وليلى محمد وهند كامل وسناء عبد الرحمن وآسيا كمال وهديل كامل وأخريات.
في حين كانت أمل سنان وجها جديدا في ذلك العام، إلا أنها تقول بأن السر وراء تفوقها على جميع باقي الممثلات هو الصدق، والصدق في الأداء فقط ولا شيء آخر. والصدق جزء من شخصيتها الحقيقية، فهي تعيش على طبيعتها في الحياة، لا يهمها آراء الآخرين طالما هي مقتنعة بما تفعل وبأنها لا تسبب الضرر لأحد. في نفس سنة عرض مسلسل نادية، مثلت أمل سنان في الفيلم الكوميدي 6 على 6 مع قاسم الملاك وليلى محمد وسناء عبد الرحمن وسهام السبتي وإقبال نعيم، وحقق الفيلم نجاحا جماهيريا في ذلك الوقت، وهو من بين أفلام كوميدية قليلة أخرجتها المخرجة العراقية خيرية المنصور، التي تتلمذت على يد المخرج المصري الكبير يوسف شاهين، وكانت ضمن فريق عمله في عدد من الأفلام التي أخرجها، وتنبأ لها أن تكون مخرجة كبيرة. بالإضافة إلى التمثيل، فقد عملت أمل سنان كعارضة أزياء أيضاً، وتعتبر أول عارضة أزياء وممثلة سينما وتلفزيون في العراق، ولم تسبقها في الجمع بين العملين أي فنانة أخرى، وساعدها في ذلك طولها الفارع وقوامها الرشيق، بالإضافة إلى جمالها الطبيعي الذي لفت أنظار المخرجين إليها، كما وكانت أول فتاة من مدينة كركوك تجسد دور البطولة في عمل درامي عراقي. وبعد مرور سنوات وظهور الأنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، تقول أمل سنان بأنها تفاجأت عندما كتبت اسمها لأول مرة في موقع البحث جوجل، فرأت بأن العراقيين لا يزالون يتذكرونها، وبأنها لم تنسى كما كانت تعتقد. رحلت أمل عن العراق بعد حرب الخليج الثانية ووفاة والدها في بداية التسعينيات، فمكثت في تركيا، وبعدها انتقلت إلى أذربيجان، ثم انتقلت في النهاية إلى ألمانيا التي تعيش فيها منذ سنوات وحتى الآن. وحول حياتها ما بعد العراق، تقول بأنها لم تركز يوماً بأنها كانت ممثلة شهيرة في يوم من الأيام، بل مضت قدماً بحياتها وتفاصيلها اليومية، وتقول بأنها لم تتغير أبداً من ناحية المشاعر والعواطف. وبعد قضاء أكثر من نصف عمرها خارج العراق، تقول بأن هويتها بكل بساطة هي هوية إنسانية تنتمي لكل البشر، فلها ذكريات جميلة في كثير من البلدان حول العالم، بما فيها بلدها الأم العراق، الذي تأمل أن يقدم الجيل الجديد فيه شيئا ينهض بواقعه الإنساني، وأن يصبح بلدا مزدهرا ينعم أهله بالرخاء من جديد. وهي تحن لطفولتها في مدرسة الموسيقى والباليه في بغداد، ولا تزال على تواصل مع صديقاتها من ذلك الزمن، ولديهم مجاميع على مواقع التواصل الاجتماعي، وتقول بأنها لم تفقد الطفلة التي في داخلها حتى الآن، وتلعب مع صديقاتها ألعاب الطفولة رغم أن بينهن من تجاوز 50 عاما من عمره. وفي النهاية ترسل الفنانة أمل سنان رسالة لمشتركي قناة الحياة آرت ولكل جمهورها في العراق وبكل مكان، تقول بأنها تتمنى أن يصل الناس إلى النقطة التي تجمعهم على المحبة، وأن لا فائدة من الحروب والصراعات، فبالحب والتعايش تبنى الأوطان، ولا يجني البشر شيئا من الصراعات سوى الخراب. هل أعجبتكم قصة الممثلة أمل سنان؟ وماذا تقترحون لفيديوهاتنا القادمة؟ شاركونا آراءكم، ولا تنسوا الاشتراك بقناة الحياة آرت وتفعيل الجرس. شكراً على المشاهدة، دمتم طيبين.